شاعر العروبة الكبير الأستاذ سليمان العيسى. كنت أتمنى لشجرة الخريف التي نثرت أوراقها على طريق العمر أن تعفى من هذه الوقفة، أن تراح وتريح، والبركة في الشباب الذي يملأ الساحة. ولكن الإخوة يصرون، ولا بد أن ألبي ولو لدقائق معدودة. لم ألقي لليأس المدمر ريشتي حطبا، لم ألقي لليأس المدمر ريشتي حطبا. تحدى الليل برق خامد لي مع كل نبض من صحارى أمتي لي موعد، وأنا القتيل الشاهد. الأخوات والإخوة، كنا قافلة التشرد الأولى في أواخر الثلاثينيات من هذا القرن الظالم التعس، من قريته الصغيرة الضائعة خلف الأسلاك والضباب في لواء اسكندرون. خرج الفتى الصغير الذي أمامكم يحمل على كتفيه النحيلتين عروبته وثوبه البسيط، وبعد 26 سنة من الغربة أتيح له أن يزور قريته الصغيرة التي تغفي على زند نهر العاصي بالقرب من أنطاكيا، وتعرف أول ما تعرف أخاه وأخته وملاعب الطفولة وشجرة التين التي كان يكتب تحتها أولى قصائده وهو في 9. وفي خشوع وصمت اقترب من الشجرة رفيقة الطفولة بعد 26 سنة، وترك لها هذه الأبيات بعنوان تينة وشاعر. غريبين سلمنا، غريبين سلمنا، ولمت جناحها ووشوش غصن جاره يسأل الغصن. غريبين نهر من سنين يشدنا إلى الصمت حتى حتى ينكر الوتر اللحن. هنا فوق هذا الجذع مرت إلهة، هنا فوق هذا الجذع مرت إلهة، وألقت على شبابتي همسها اللدنى. هنا خط طفل الأمس أول دفتر، هنا خط طفل الأمس أول دفتر، وسبح في خدي رفيقته الحسنى. هنا كنت ألقي للغيوم قصيدتي، هنا كنت ألقي للغيوم قصيدتي لعاصفة في الغيب ترهقني سجنا. هنا
وتهاوت نسمة من ذؤابة تعانقني سرا تقول تعارفنا.